يلا طب الله اللهم قوي ايمانك. امين خش كاش يا خير خش رالت يا رجل. انا ما ابي بليسمنت قادح. انا انت ايش تبي اخواني؟ كم جيم فايز؟ كم جيم فايز؟ بخش معكم بالليل. يلا يلا باي باي. فايت 8 جيم والله. ها ها اخواني. ها قلت باي باي يا تراي. باي الله سلام كذا صورته امر. ترى كاس الاو بي ترى هيا هيا هيا. شوف شوف ملابسه شوف ملابسه باي. شوف ملابسه انا طيب. اوه والله جامد تصدق. يلا جاعد خلاص ران. الله يوفقكم يا شباب. تعال انت حساب هانز برومين كذا. الله يوفقكم يا شباب. سلام يا بني ادمين. عليكم السلام بني ادم. يا صالح العب هذا تيم. يلا اخوي هانز برومين. يلا يا اخوي ما ابغى العب رامك يا اخي. انت ليه كذا بثر حسابك الثاني؟ انا ما انا كذا كبني ادم ما ابغى العب رامك الان. اما انت بني ادم كمخلوق دائما بيلعب رانك ومن ما بيلعب رانك. انا والبقيه بيلعبوا الحين. انت ليش شايب؟ اشد لو ما جايين ما جايينهم. ايش شكلك انبكت واحد شيلها؟ لا طيحته وبعدين رحت شيلها. وين جايينهم ثامر؟ من الباب. باب رئيسي؟ شلت ثرمايت. يا عدد منين شال؟ منين شالك ذا؟ ما شالك. اوكي من هناك ترى ماسكين مستر. اوكي هنا. اوكي ليتس جو داون هير. وين بسرعه؟ في واحد فوقي. ايوه لا متصدق من تحت. عليكم يا عيال عندي خطة. هو هناك. لا البوش. ما عليكم يا عيال خطتي. اوه خطتي مضبطة. هذا وينه؟ ما لقيت اللي يساعد. هو زاوية كان ماسك الزاوية. هل كان نص هذا وراح يا رو يا من شال قاط. كخشيت انت البوينت نفسك. انا خشيت على البوينت. ابي اسوي خطة انا كذا تخطيط. ارسل الخشم. طيب غريبة. ايه بتقول له العب رانك هو ما حيلعب رانك خلاص. انا قاعد طقطق عليه. انا قاعد طقطق عليه مهدي مهدي. لا طقطق عليه. قلت طلع صوت رخيص كلك مشكلة. اسمع والله ودك انه يجي يلعب بس ما انت قادر عليه. لا عادي ما يبغى يلعب. نزلت تنت الليل شو نقول كله شو ما يبي. واحد صحيح. انا قلت له ام هو قال ما ابي. قلت اوكي ما في بروبلم. لعبت رايح لزيز لسه. اوه لعبت جيم واحد افضل واحد فرت رينبو فوزته. شفت كيف فوزته كيف دريت. تخيل مين اللي زونا كاري. تخيل عبد الله شال سته كان اعلى واحد هو كان. لا والله في واحد اعلى منه هو خذ الثاني ترى. أربعة اسمع 4-0 ثري ثري كان جيم بس يعتبر هو أكثر واحد ذبح. لا لا عبد الله كان أكثر واحد. شوفنا ترى ستينج يا ولد غريب. عبد الله هو لعب نايز عاد. هي تشوف بين كل جيم وجيم تسلك. فهو كان حاقد بيوري العيال فساكت. بس كنت صدع بعد ما تخلصون. واحد ارمي لي شيء. لا يا غبي بيت كلايمر خلاص اذبح الزلاب. انا ما اعرف.